يا عمي انا جاي اتقدم لبنتك بسنت. بس هتقدر يا ابني على مهر بنتي؟ يا عمي انا عايزها بشنطة هدومها وبس. اهو كلام بنسمعه، هو الكلام بفلوس. وفعلا يا عمي وهتشوف بنفسك. باين عليك شاري البت فعلا يا ابني. عموما انا مهر بنتي 500,000 جنيه. نعم يا اخويا، 500,000 جنيه ليه مهر بيتك؟ اذا كان سندريلا بجلالة قدرها ما ركنت فردة جزمة. اسمع يا ابني. لا سيب لي انا يا بابا الطلعة ديت. اتفضلي يا بنتي. على الاقل يا اخويا اخد فردة جزمة واتجوز امير، ولا اخد 500,000 جنيه واتجوز فردة جزمة؟ حلو قوي يا بنتي. حلو يا عم الحاج انت التاني. ايه ده يا عم، انا ماليش عيش في ام البلد دي.